حدائق أستراليا، الحيوانات تستنجد بالبشر، مشاهد مؤلمة. في الأيام القليلة الماضية اندلع أكثر من 200 حريق في غابات أستراليا. النيران التهمت 15 مليون فدان وقتلت العشرات وأدت لنزوح الآلاف. عدسات المصورين التقطت صورا مؤلمة لحيوانات نجت من الحريق، بدت وكأنها تستنجد بالبشر أملا في إنقاذها من حرب اللهب والمصير المجهول. الحرائق تسببت في خسائر في الأرواح والممتلكات وحرق مساحة تزيد على 6 ملايين هكتار من الأراضي، أي ما يفوق حجم هولندا. ألسنة النيران أتت على أكثر من 2000 منزل وجعلت التلوث الهوائي في المدن الأسترالية الأسوأ في العالم. تقارير صحفية ذكرت أن ألسنة اللهب تسببت حتى الآن في نفوق ما لا يقل عن 500 مليون حيوان مختلف بين ثدييات وطيور وزواحف، إما حرقا أو اختناقا. قدرت مصادر متابعة للحرائق أن زمن إعادة تشجير المنطقة سيستغرق 40